صباح الخير على حضراتكم، وصباح الأمل والتفاؤل والبهجة اللي دايماً بنطل بيها في 8 الصبح. الحقيقة إنه على مدار شهر المونديال كلنا كنا مشغولين بالكورة ومتابعة الفرق اللي احنا بنحبها وبنشجع، ولكن الحقيقة إنه من القصص المختلفة اللي احنا رصدناها على السوشيال ميديا قصة شاب مصري قرر ان هو يعمل حاجة حلوة قوي، ان هو ينطلق الى المونديال ولكن مش بالطرق التقليدية، ينطلق للمونديال بالبايك بتاعته الموتوسيكل، ان هو ياخدها رحلة مختلفة وان هو يحمل علم مصر ويروح هناك. والحقيقة ان الرحلة بتاعته كانت عبارة عن كذا محطة، من مصر للسعودية لقطر وبعد كده الامارات والاردن ورجع على سيناء لمصر طبعا. فبالتالي الرحلة بتاعته كانت مختلفة وفيها مغامرات كتيرة، وقابل هناك ناس كتيرة وقابل المصريين، والحقيقة انه لقينا ان الستوري بتاعته اللي هو انطلق بيها مليانة افكار وحاجات ممكن انت تاخدها في حياتك عظة او فكرة. ده هنعرفه بقى مع ضيفنا النهاردة اللي معانا، كريم حسني، او زي ما هو مسمي نفسه على السوشيال ميديا السندباد. صباح الفل عليك. صباح الخير. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه قصة بقى انك انت قررت تروح المونديال بالبايك بتاعتك؟ هي الفكرة جات لي ان حدث مهم زي فعاليات كأس العالم كان لأول مرة ينظم في دولة عربية، اللي انا حبيت اللي انا اروحه بشيء مميز في ظل ان مصر ما كانتش مشاركة في من ضمن الفرق المتأهلة، فحبيت اللي احنا يكون لينا دور بشكل مختلف وعلم مصر يترفع في ارض قطر بشكل مختلف. اوكي، طيب انت بقى رتبت للرحلة ازاي؟ يعني انت كنت بتاخد كيلوات كتير قوي بالبايك ولوحدك؟ مظبوط. والمعروف ان السفر طياره يا عربيه، بتريح بتنام، الاكل موجود معاك، لكن بايك وبتسايق لوحدك في طريق جبال ومناظر طبيعيه، في اكيد عقبات. احكي لي الاول استعداداتك، انت رتبت الاستعدادات دي ازاي؟ بدات اول حاجه امشي في الاجراءات، الاوراق الرسميه اللي هي التاشيرات بتاعت الدول اللي انا هدخلها، ورق خاص بالبايك. بعد ما جهزت ده وابتديت اتحرك، الفرق بين الواحد سافر بطياره او سافر ببايك، انا هو لما يوصل للديستنيشن بتاعته هيبدا المتعه. انا من اول ما بدات اتحرك انا خلاص اوريدي المتعه ابتدت بالنسبه لي من اول ما بدات اول كيلو. فانت بقى قررت انك انت تستمتع بالطريق. بالظبط. لانه فعلا احنا في السفر بيبقى متعتنا في المكان اللي هنوصله، بالعكس بالزبط. احنا ممكن نكون شايلين هم الطريق، شايلين هم ساعات الطيران. طب احكي لي بقى، سقت لوحدك ازاي؟ الاكل، الشرب، النوم، يعني تفاصيل مهمه. كنت دايما برتب نفسي اللي انا الديستنيشن اللي انا رايحها اوصل فيها قبل الغروب، فعشان كده بتحرك دايما من بعد الفجر او مع اول ضوء شمس من اول الشروق بتحرك. الاكل بحاول اخف اكلي او اكل حاجات كلها ما يعني تديني باور لكن ما تتعبنيش على الطريق. النوم كنت زي ما قلت لك بوصل الديستنيشن اللي انا رايحها قبل الغروب، يعني مفيش الا مرتين خلال الرحله بس اللي سقت بالليل، الدنيا كانت ضلمت عليا لان كانت مسافات كبيره. في يوم سقت فيه حوالي 1070 كيلو. ده طبعا بيبقى شيء مجهد جدا، خصوصا اللي احنا بنبقى لابسين جاكيت بيبقى وزنه مثلا كيلو ونص، الهلمت دي وزنها كيلو 750 على دماغك لمده 10 ساعات او 12 ساعه. فالموضوع طبعا ما كانش سهل. لكن احنا دلوقتي واخدين اهو فيديوهات وانت في الطريق. ده انت كمان أول مستعد ما وصلت بكاميراتك قطر. وحكاياتك. ده اول ما وصلت قطر كان في استقبالي المصري الجميل كابتن رضا سمير على الحدود بعلم مصر. دي من الحاجه يعني اللي ابهجتني، اللي انا اول ما دخلت الحدود لقيته مستنيني. انتوا صحاب اصلا ولا هو يعني عارف عنك؟ لا، هو ناس كتير كانت متابعه رحلتي وناس كتير كانت بتبعت لي تطمن عليا على الطريق. ما يعرفكش على السوشيال ميديا؟ ما يعرفونيش، هم عرفوني من السوشيال ميديا وقابلوني، يعني مش عايز اقول لك احسن مقابله. وبداوا بقى ان هم يستقبلوك من قبل ما يستقبلوني ده حتى بيتابعوني على الطريق، لازم ابعت لهم لايف لوكيشن في كل مكان بتحرك ليه، كل طريق بطلع عليه بيبقى معاهم لايف لوكيشن. كان من المواقف الجميله جدا لحد من المصريين المقيمين في قطر. ده فين دي الطريق ده فين؟ ده في قطاره، في قطر منطقه اسمها قطاره، دي فيها اعلام الدول كلها اللي مشاركه في كاس العالم. الله. طيب احكي لي بقى الاول، الناس ممكن تسال تقول ايه المتعه اللي ممكن يحسها شخص في انه ياخد طريق هو متعب وصعب، وان زي ما بتقول كده حمل اللبس والهلمت والهوا وخايف ممكن الطريق لوحدك تعبت لا قدر الله حصل،
ايه اللي ممكن المتعه اللي ممكن يصل اليها الانسان من حاجه زي كده؟ بتبقى حاجه جوه الواحد يعني، زي تحدي اللي انا لا هعمل كده وهقدر، في ظل ان كل الاغلب الناس اللي حواليا كلهم كانت كلام محبط، لا انت مش هتقدر تعمل كده، انت لا لا انت اخرك هتوصل الغردقه وهتلف وترجع، احنا عارفين. لا يعني كان في كلام، بس الكلام ده كان بيشجعني زياده وبيديني اصرار اللي انا هعمل كده. انت اوريدي بايكر من زمان، بالظبط من 2011. من 2000، فانت اوريدي عندك بقى طبعا، بتعرف تسوق وعارف تفاصيل الحدوته وبتطلع مثلا اماكن لا في عملنا مصر. رايدات كتير جوه مصر، اللي وصلنا للاقصر، اسوان، السفاجه، سينا طبعا كنا على طول بنروحها. فده اول خط ليك بعد الحدود مظبوط، دي المصريه. اول رحله دوليه ليا اعملها بالبايك بتاعي. كنت انت سافرت قد ايه مده الرحله وكم كيلو قطعته؟ 26 يوم قطعت فيها 9000 كيلو. 9000 كيلو في 26 يوم. اوكي، وكلها بالبايك. كلها بالبايك، وفيها اجزاء بس اللي بالمركب اللي انا بعدي بيها البحر الاحمر. اوكي طيب، عايزين بقى نعرف ايه اللي اتعلمته من الرحله دي. يعني انا يعني تخيلت ان الرحله دي عباره عن طريق، الطريق اللي انت ماشي فيه هو طريق الحياه، صح؟ بالظبط يعني انا بالظبط. حته عمق كده شويه، لا انه مظبوط كلامك. انه هنا ده الحياه، ان واحد ماشي في طريق. فايه هو بقى؟ انا اتعلمت ان اي طريق هيكون ليه بدايه وليه نهايه مهما كان طويل. اه في الامثله اللي احنا كنا بنسمعها، مشوار الالف ميل يبدا بخطوه، ما كنتش بركز في الكلام ده. لا انا فعلا مشواري كان بدا من اول خطوه مشيتها. اتعلمت ان مفيش طريق هيفضل حلو على طول، كنت في طرق بمشي عليها حلوه جدا في الاول، وبعد كده الاقي حته منطقه عواصف رمليه. فلما بربط ده فعلا بالحياه زي ما حضرتك بتقولي، لا اتعلمت. ايه العقبات اللي واجهتك؟ هنقول مثلا يعني اكتر 3 عقبات حسيت انه لا في مشكلة، وجالك الفرج ازاي بقى؟ هي اكبر عقبه قابلتني كان عندي خطأ تقني في كارت هايا بتاعي اللي معمول اللي هو ده اللي هو لدخول قطر. الفان اي دي. بالظبط كان عندي خطأ تقني فيه، ان التيكت بتاعت الماتش اللي انا كنت هحضره مش مربوطه بالابلكيشن، فدي استمرت 24 ساعه لحد ما اتحلت، وانا كنت على الحدود القطريه. ورحت فين؟ ما كانش في مكان ابات فيه، الاوتيلات كلها كانت اقرب اوتيل ليا 80 كيلو، وكان صعب ان انا اروحه الساعه 12 بالليل، بيت في جامعة اليوم ده. والله فايه بقى اتعلمت ايه لما يعني انا قعدت احاول واكلم خدمة العملاء وكده، وبعد كده لقيت مفيش امل. الساعة بقت 12 بالليل وانا سايق من 6 الصبح. لقيت واحد طالع قدامي من جامعة، قلت له معلش ممكن انام هنا لحد الصبح. بص لي وقال لي طيب اوكي. قلت انا هرمي همومي كلها على ربنا وهنام، وبكره الصبح ان شاء الله تتسهل من عندنا من ربنا. فعلا لقيت الدنيا الصبح اختلفت، والابلكيشن بدأ يشتغل، وبدأت تتواصل معايا السفارة المصرية. والله احب اوجه الشكر لسيادة السفير عمرو الشربيني بصراحة، لان العقبة التانية اللي انا اكتشفت ممنوع دخول الدراجات النارية لقطر فترة كأس العالم. تواصلت مع السفارة، وبصراحة انا يعني لما عملنا التليفون للسفارة كنت بعمله تحصيل حاصل، زي اي ناس حد كان بيفتكر اللي هو انا هعمل مكالمة بس ممكن محدش هيهتم. لا لقيت اهتمام كبير جدا من سيادة السفير. صورتك معاه اهي. بصراحة اوجه له كل التحية وكل الشكر. قال لي طيب انت ايه مشكلتك؟ قلت له انا محتاج ادخل بالموتوسيكل بتاعي جوه قطر. فعلا السفارة المصرية عملت اتصالاتها بوزارة الخارجية القطرية، وجابت لي استثناء خلال يمكن كام ساعة يعني معدودة. وكنت الحمد لله اول مصري ادخل قطر بموتوسيكل مصري. اوكي، يعني اهتمام بالمصريين اللي مسافرين او بابناء المصريين في الخارج فعلا من قبل السفارات. فعلا يعني جربتها وفعلا انت ما كنتش حصل. انا والله انا عملت التليفون وانا بقول يعني انا عارف الاشاعات اللي بتطلع. وبعدين برضو كنت مفكر اللي هو الناس ممكن ما تهتمش، اصل ايه جايب موتوسيكل، يعني مشكله بسيطه يعني بالنسبه لحد تاني ممكن يفتكرها مشكله بسيطه، لكن لا لقيت الاهتمام. لقيت الاهتمام فعلا. طيب عايزين نعرف بقى، انت الناس هتقعد تسأل دلوقتي، انت البايك واخد معاك مثلا حاجه تنام عليها، الاكل، الشرب، يعني ايه؟ لا انا اغلب نومي كله في اوتيلات، لكن السليبين باج اللي كان بيبقى ورايا على البايك ده للطوارئ لو انا عطلت على اي طريق بالليل. فمحتاج حاجه تحميني من البرد، فده كنت واخده احتياطي. لا السليبين باج ده بدخل انام فيه، ده ممكن لحد ماينس 10 هتبقي جوه متدفيه جدا، مفيش اي حاجه. اوكي، هو شيله وكبير لكن ده طوارئ.
ايه بقى احلى اللحظات اللي مريت بيها من خلال رحلتك بقى؟ انت سافرت تقريبا 4 5 دول، يعني 4 دول مظبوط. 4 دول، ايه بقى يعني اسعد اللحظات، المواقف المختلفه؟ بالمناسبه انت كنت رايح عشان تحضر ماتش، مظبوط، نتيجه الظروف اللي حصلت والعقبات اللي حصلت ما حضرش الماتش. مظبوط، الماتش كان الساعه 4 وانا دخلت الحدود القطريه الساعه 7، فكانت الماتش راح عليا. بس انت استمتعت بالقصه نفسها جدا، اه، الأجواء هناك والأماكن اللي عاملينها للعرض الماتشات، أكنك جوه الماتش بالظبط. طب احنا جايبين لك مفاجأة، إن احنا معانا أول مصري استقبلك على الحدود، الأستاذ رضا سمير. المصريين اللي لما بيلاقوا بعض في الغربة بيقفوا جنب بعض. مظبوط. ننفي الشائعات بقى اللي بتتقال على إنه فكرة خالص. إنه كل واحد بيبقى شايف خالص. حاله بالعكس. صباح الفل عليك يا أستاذ رضا من قطر، صباح الفل. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير استاذه داليا، صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا كابتن رضا، اخبارك ايه؟ مش لك والله الحمد لله تمام، ربنا يخليك. احكي لي انت سمعت عن كريم ازاي، وايه اللي شجعك انك تروح، انك انت يعني مصري بقى جاي وابن بلدك؟ اولا انا شفت ان في شاب مصري جاي من مصر على درجته عن طريق فيسبوك، بعدين بالصدفه لقيته صديق، يعني واحد قريب ليا، فتواصلت مع كريم عن طريق قريبي دوت، وتواصلت معاه طول الطريق من السعوديه لقطر. وطبعا اللي شجعني ان واحد مصري جاي يمثل مصر في كاس العالم، وكانت حاجه يعني شبه اهتمام الدوحه كلها بكريم اول ما عرفوا ان في مصر جاي بدرجته لكاس العالم. اوكي، واول حاجه بقى قررت ان انت تساعده فيها كانت ايه؟ اول حاجه لما كريم قرب على حدود قطر وما لقاش ان ينفع يدخل بيه الدراجه بتاعته، لان في قانون نزل ممنوع دخول السيارات والدراجات. اهم حاجه يعني حصلت اني انا ما كنتش لاقي حاجه اعملها، عمال كتبت على السوشيال ميديا، اتصلت بالسفاره، اتصدمت فعلا لما اول لما كتبت بالسفاره في السفاره المصريه ان في شاب مصري جاي وعنده مشكله على الحدود. انا لقيتهم تواصلوا معايا، هم اللي اتصلوا بيا السفاره المصريه وقالت لي ايه المشكله وايه اللي نقدر نحله لكم. وفي خلال يعني ساعات كانت المشكله اتحلت، ان كريم يدخل بدرجته، ودي حاجه يعني نشكر فيها السفاره المصريه والاستاذه ايناس، بجد بجد ما استنوش لحظه واحده غير لما حلوا المشكله في ساعتها، وفضلوا متواصلين لغايه لما كريم دخل الدوحه. انا بشكرك جدا استاذ رضا سمير ان انت اديت نموذج للرجل المصري، رغم ان هو عايش نتيجة ظروف بقى ان هو عايز يعيش بره، عنده ظروف ان هو بيشتغل، ولكن فضلت الحتة اللي هو ابن بلدي اهتم بيه وراعيه واشوف هو محتاج ايه. فدي الحقيقة برضو من القصص الانسانية اللي انا حبيت قوي ان احنا نبرزها هنا معانا، فكرة الانسانيات والاخلاق الحلوة اللي مع بعضينا. بشكرك يا استاذ رضا. لو اقول لك على حاجه تانية هتتفاجئي كمان. إيه؟ واحد من المصريين انا عمري ما شفته قبل كده تواصل معايا على الفيسبوك ومتابعني على الطريق، وصلت بيه لدرجه اللي هو يصور لي الفيزا بتاعته ويقول لي خدها عشان لو احتجت تحجز بيها اي اوتيلات. هو عمره ما شافني قبل كده بجد، والله العظيم انا ما بقتش مصدق، وبقول له معلش امسح الفيزا من عندي انا خايف يعني يحصل عليها هيك ولا حاجه يفتكر اللي انا، فبقول له امسحها، قال لي لا سيبها معاك احتياطي، انت اي وقت تحتاجها استعملها اكنها بتاعتك. يعني كان في روح بجد جميله. ايه الاخلاق الحلوه دي؟ والله في جدعانه انا عمري ما شفتها قبل كده، وما كنتش اتوقع ان احنا جدعان قوي كده. انا يعني عارف اللي هو انا قلت خلاص بقى ممكن اي حد، خلاص كل واحد في حاله، لا والله الدنيا بتاخد الواحد كتير. طيب طبعا انا بوجه اكيد تحيه للسفاره المصريه في قطر، وده معناه انه الدوله المصريه بقى ليها توجهات فكره اهتمام بابنائنا والحلول ليهم، فطبعا بحيي اكيد السفاره المصريه في قطر. نرجع تاني لفكرة انه دلوقتي اي طفل او شاب صغير ممكن يسمع القصة دي، برضو ممكن يجي في دماغه انه انا عايز ينطلق، خلاص انا عايز ابقى زي كريم، انت تبقى رول موديل بالنسبة له. ولكن برضو انا عايز اقول انه انت رحلتك دي انت عاملها وانت عامل تقدير لنفسك انك قادر عليها. يعني عايز اطلع منك بنصيحة للاطفال وللشباب، فكرة انه مش اي حاجة برضو تعملها تسمحها تعملها، لا لازم تكون محضر جاهز، عندك الخبره، لازم تبقى محضر مدرب، لازم تبقى عامل بلان كويس، لازم تبقى عندك القدره البدنيه اصلا اللي انت تعمل حاجه زي كده. اللي انت انا في زي ما قلت لحضرتك في ايام كنت بسوق بيها 1000 كيلو، فدي مش اي حد يعملها واي حد يستحملها، لازم تبقى انت اوريدي بتسوق موتوسيكلات بقالك مده جوه مصر وطلعت فعلا لونج ديستنيشنز عشان تاخد قرار ان انت تاخد حاجه بعيده قوي كده.
ولازم تهتم بالسيفتي بتاعك جدا. احنا كموتوسيكلات احنا راكبين في الهواء زي ما بيقولوا على عجلتين، فالسيفتي البنطلون مثلا بيبقى فيه بروتكشن من هنا. انا عايزه اتكلم عن البدله دي. لا يعني انت جاي لنا بالبدله. اوكي احكي لنا بقى البدله دي مكوناتها ايه. لا يعني البنطلون ده بيبقى فيه سيفتي هنا للركب عشان لا قدر الله لو وقعت. الشوز بيبقى فيها سيفتي هنا في الجناب من ورا. الهلمت دي نفسها سيفتي يعني. أوكي. هي تقيله ووزنها كيلو 750 جرام، لكن دي بتحمي. فلازم تبقى انت عندك التولز دي، ولسه في الجلافز ولسه في الجاكيت بيكون فيه سيفتي في هنا وهنا وفي الظهر. هل بقى عشان احنا بنشوف برضو بعض السلوكات الخاطئه من بعض الشباب والاطفال، فكره بقى ان هو يقعد بقى يلعب على الطريق بالموتوسيكل ويعمل حركه يرفع العجل. لا لا، غلط جدا وبيعرض حياته وحياه الناس الثانيه للخطر. يعني بتمنى ان هم ما يعملوش حاجات زي كده خالص، ودايما يكونوا قدوه كويسه. انا وانا بره كان عليا مسؤوليه ثانيه، اللي انا مدام سايق موتوسيكل بنمر مصريه، اللي انا لازم اكون بمثل بلدي صح، فلازم اسوق كويس، لازم اتبع السرعه القانونيه لكل طريق. هايل. لازم ما امشيش وسط الشوارع في الزحمه يمين وشمال وكده، لان كده هنقل صوره وحشه عننا كمصر. فانت كنت سفير بلدك في المكان اللي انت رايح فيه. بالظبط، مسؤول عن الحته دي اللي انا انقل صوره كويسه. طيب بيقولوا السفر فيه 7 فوائد، قول لي ايه هم ال7 فوائد اللي اتعلمتهم من رحلتك؟ اكيد اتعلمت حاجات، خدت اتعلمت حاجات كتير. الصبر، التفكير، كان عندي وقت كتير اللي انا افكر في حياتي واتامل فيها واتعمق. استفدت جدا من الناس اللي انا عرفتها، اللي انا اعتز بجد بمعرفتها. يعني زمان قالوا معرفه الناس كنوز، انا فعلا عرفت معنى الكلام ده دلوقتي. الطريق، اكتسبت خبرة جديدة لطرق جديدة أنا ما مشيتش عليها قبل كده. أنت برضو أنا اتعلمت حاجة، فكرة أنه لما بيحصل مشكلة الفرج بيجي من عند ربنا لوحده. بالظبط. دي يعني ما داءت إلا ما فرجت. أنا كنت على طول بسمع الكلام ده وما بفكرش فيه، ما كنتش بتمعن فيه. لا، حسيته قوي في الرحلة بتاعتي. يعني كانت تضيق تضيق معايا واسيبها على الله، ومرة واحدة الاقيها اتسهلت، مع إن هي نو واي. يعني بيقول لك هم نزلوا قانون ممنوع الدخول للموتوسيكلات، فنو واي أصلا تتحل. فانت العزيمه والاصرار على الهدف والحلم. بالظبط. ايه الرساله اللي توجهها للشباب النهارده اللي ممكن يكون بيقابل في طريق حياته، زي ما انت قابلت في طريقك في الرحله، هنعتبر زي ما احنا كده شايفين ده طريق، ده الحياه، بيقابل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه ازمات نفسيه، عنده حاله من ان هو عنده نفسه يعمل حاجه ولسه مش عارف يحققها، تديله ايه الرساله بقى من خلال التجربه دي؟ ان هي الحياه لازم هتتعاش، ولازم هو طريق، ولازم هتكمله لاخره، بحلوه بوحشه لازم هتكمله لاخره. فحاول تسايس امورك وتمشي في طريقك لحد ما توصل للهدف بتاعك. وانه الحياه فيها عقبات مهما لازم كانت لازم. فيها متعه. مفيش حاجه من غير عقبات، لازم يبقى فيها عقبات. وربنا بيسهلها لو انت عندك النيه. بالظبط، ربنا بيسهلها، واللي انت يكون عندك التولز كويسه، العزيمه، يعني شويه حاجات مع بعض لازم هتوصلي لهدفك. واشتغل على نفسي، ان انت اشتغلت على نفسك. بالزبط. صح. انا بشكرك كتير جدا يا كريم. السندباد، مسمي نفسه السندباد صحابي والله. صباح الفل عليك، وبشكرك جدا وحمد لله على سلامتك. والطريق اللي جاي ايه؟ لا لسه ان شاء الله حاجه اوروبا. اوروبا هتطلع هنتابعك بقى في الرحله دي. بحييك جدا وبشكرك جدا، ومتشكرين ان انت قصتك فيها قصه رساله للشباب. فحبينا كده نسلط على الجانب الايجابي من الرحله. بشكرك كريم حسني، شاب مصري كان قرر ان هو يسافر مونديال. من القصص الانسانيه الحلوه، حط المسؤوليه على نفسه ان هو ما دام المنتخب مش ممثل في هذا المونديال، لا انا هروح وهرفع علم مصر هناك وهبقى متواجد، وتحمل المسؤوليه ومر بحاجات حلوه ووحشه، وهي دي الدنيا وهي دي الحياه.